زي ما قلنا قبل الفاصل، الشكل الجديد بقى، التحديث الجديد بقى اللي هو اخر حاجه بقى، مي ابراهيم الزوجه وعمر ياسر الزوج. انتوا منورينا النهارده. المخلص. المخلص. أيوه. الله الله. مكسوف والله، حاسس ان انا جاي اتقدم تاني. لا لا لا، ليه ليه؟ انت منورنا النهارده. سيتو ميتو كومبيتيتورز دلوقتي، انتوا ضد بعض خلاص؟ فعندك الروح بتاعتك. خير ده، احنا كده طول النهار. استر علينا يا رب. احنا اول حاجه هنلعبها مع مي وعمر الاتوبيس كومبلي او اتوبيس كومبليت. هنقول حرف وين هنعمل منه الاسم والجماد. اظن دي لعبه احنا كلنا. يلا بينا. وهنعد على التايمر 45 ثانيه نشوف مين اللي يخلص الاول. اول حرف معانا ضاد. اسمه ايه كله؟ نكتب اي حاجه. انت بت انا ضاد. ايه ضاد ده؟ نهار ابيض. بنت وولد. بنت. جماد. ضاد. نبات وحيوان. خبر ابيض ده، مفيش مفيش حاجه خالص. ضاد. ها انت كاتبها صوت. النقطة 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 تمشي. ما تغششين يا مي. ده ايه تغششك يا مي؟ انت مش شايف، انت هتشوف دلوقتي اللي هيخسر هيعمل ايه؟ تعمل فيه ايه؟ انت مش فاهم حاجة. الفكرة مش فير، مفيش نبات بالضاد. صعب جدا، ومفيش اسم بالضاد برضه، صعب جدا. ما تغير، ما تقولوا لبعض، ما تقولوا امي قولي له فودان واحسن. ايه الحرف ده؟ حرف صعب جدا. ستوب. يلا. انا مش هعرف اوريكم انا كاتب ايه والله، مش عارف. يعني انا سميت اسم ولد دلوقتي جديد تقريبا، ضمير، سميت ضمير ولد اسمه ضمير صغير كده عن سنتين، فانا خطي وحش قوي بس. والبنت ضميره. هم دول مش عارف اكتب ضميره. اسماء. ما اجيب ضاد منين؟ يعني اخلف ضمير واخلف ضميره. ضمير ده اسم. انت كاتبه ايه الاسم؟ خلاص يا ميمه ما تتكيش كده. ضحى. يا وقع جابتها. ها. وضاحي. ضاحي. ايوه طبعا. ماشي. والنبات والجماد ضربزين. ضربزين. الجماد ايه؟ محتاجين ضربزين. الاصل اسمه ضربزين. لو في مدرس عربي او حاجه. ضربزين. ضربزين مين؟ امال هو اسمه ايه؟ اسمه ضربزين بجد. وحياه ربنا. ضربزين دي جبتيها منين؟ ما اعرفش، انا بسمعها كروكي كده. اوكي طيب، ما جاتش على مثلا والحيوان. بصي الحيوان انا عارفه انه غلط. ضريح. ديناصور. بس انا عارفه انه ضريح. ايه ضريح ده؟ جماد بقى. لا صباح الفل. يلا اللي أيوة جماد. لا بصي هو الحرف بصراحه اللي بعده اللي بعده اللي بعده مش في مستوى الضيف العادي. الف. 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 عادي بقى. والكاونت على الشاشه. اوكي. كان اسمه ايه التاني؟ ثلاثة وثلاثين ثانية. 30 ثانية. اسكت خلاص. بس بس ستوب. بس ستوب. خلاص خلصتي؟ ايوه طبعا خلصتي زي ما انت لسه بتكتبي. لا خلاص ستوب معي. ها خلاص قبل الوقت. ماشي. امير واميرة. عشان انا سطحية جدا. ها. ابا جورة. ارنوب. معرفش ارنب بس دي ارنب. ارنوب. النبات ايه؟ نبات. نسيت. ارز. النبات ارز. ارز. حبوب. ما هو نبات. حبوب. بتزرع صح؟ بتزرع. في الارض. أيوة. انت عملت ايه؟ انا كتبت امجد واميره برضو. ها. وكتبت الجماد ازاز، ما اعرفش ليه. ازاز بس مش زجاج. ازاز. كتبته عادي زي ما بيتقال. انتوا ايه؟ وكتبت البلد امريكا. اللي كنت فيها. يلا الاخير الاخير. ظهر. ماشي. ظهر. ايه ظهر؟ ظهر. سريع. يا بنت. خبر ابيض علينا وعلى سنين. النبات. تلتاشر ثانية، اتناشر ثانية، عشر ثواني. ها 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 خلصت. ايه؟ ظافر. ها؟
ها؟ اما كتبته ده انت كتبته ظافر؟ اه ظافر. طبعا مثلا هو احنا هنشوف هنطلع فاصل يا جماعه، هنطلع فاصل ونشوف ايه اللي حصل. بس هو كده 2 ونشوف بقى 3-0 ولا 2-1 ليه؟ مايو مين اللي هيتعاقب عقاب الايه بعد الفاصل؟ طبعا احنا مش هينفع نقول الظاهر هما كتبوا ايه هما الاثنين عشان هتبقى يعني كارثه على الهواء، لكن الكسبانه هي مي. فاحنا عندنا حكم هنا على عمر. عمر معاك تليفونك. معايا تليفوني. كلم اي رقم عشوائي وغني. وغني؟ اه. اول ما يرد عليك غني. كلم اي حد من اصحابك. اوكي. اول ما يرد عليك غني. ماشي. وافتح السبيكر. افتح السبيكر. ماشي. ابيض اسود. غني له باين حبيبي. عارفها؟ ايه؟ باين حبيبي. عمرو دياب. ماشي. يرد بس انا شكلي بكلم حد اصلا. فيش فيش. افتح السبيكر. ما فتحت والله بس هو مش فيش جرس. كلم حد تاني. كلم حد تاني. انا معاك طول الحلقة لحد ما اتكلم حد. اهو. قرب الموبايل من المايك لو سمحت. ايوه. باين حبيت. ايوه انا حبيت. حبيتك مش فاكر باقي اغنية. استحملني عشان خاطري في موقف محرج. اه باين حبيت. يلا شكرا. سلام سلام. باي باي. زعفنا كلنا لعمر على ان هو اللي عمل الحاجات الحلوه دي. الفقره اللي جايه فقره الافيهات. كلنا بنتفرج على المسلسلات، بنتفرج على الافلام، بقى فيها افيهات، افيهات مشهوره لممثلين او ممثلات. هنسمع مع بعض كل افيه ونقول الافيه ده من فيلم ايه او مين اللي قايله. جاهزين؟ يلا بينا. جاهز؟ جاهزين. جاهزه يا استاذه؟ يلا ابدا. السلام عليكم. انتوا مين؟ احنا جايين لامين. امين. عرفت خلاص. ابو جدي. عرفت. حرامي في كي جي 2. لا طبعا ابو علي. ابو علي. ايوه ابو علي. يلا اشرب كوبايه ميه ملح. فين المايه اهي دي؟ ايوه. ميه بملح. اوكي. لا اشرب كويس ميه بملح. خبوا ايدنا عشان عشان طيبين خالص دلوقتي. alright اللي بعده يا جماعه. الافيه اللي بعده. الناشئ. الناشئ. خلاص عرفت خلاص. كده اوكي. كده ايوه. يلا 10 ضغط يا عمر. 10 ضغط. يلا يا عمر. 10 ضغط. يلا ما تتكسفش. يلا يا عمر. فين هنا كده؟ فين ال 10 ضغط؟ 10 ضغط او اقف على رجل واحده لحد ما يجي الافيه اللي جاي. كده؟ يلا قولوا السؤال اللي جاي. انتوا جايين تعذبوني هنا؟ قول. يلا الافيه اللي جاي. يلا. اهو. ارفع رجلك يا جماعه. اهو اهو اهو. حراميه في تايلاند. حراميه في جي 2. طب ما انا قلت في الاول. يس يس. خليك زي ما انت. زي ما انت. زي ما انت. زي ما انت قلت. حرام. مش هقبلها على نفسي. لا لا خلاص بقى. ها هتفوز يلا عشان ينزل رجله. لا يا حبيبي نزل رجلك يا حبيبي. طيب ماشي. اقعد بقى. اقعد انا. طيب يبقى مي هي اللي هتتعاقب دلوقتي لانها فاصلت له البتاعه. ايه ده ما ينفعش نمشيها. خدي ليمون. خدي ليمون. كلي ليمون. كلي ليمونه. ليمونه؟ يلا. لا ايه ده؟ يلا. اعصر ليمونه. يلا. لا لا. ايه ده اكلها كلها؟ كلي ليمونه. ايه ده؟ لا ايه ده؟ يلا عشان تعرفي تحطي له دورك. لا طب بقول لك كلي ليمونه. لا يلا مي. يلا مي. يلا مي. والله يا نهار اسود. ان شاء الله الجاي الجاي. كلها. ان شاء الله. كلها. كلها. على ابو واحد بقى كده. يلا الافيه اللي بعديه يا شباب. شباب. طنطه وانا احب اعيش اونطه. اونطا. بخيت وعديلة. لا 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 مش بخيت وعديلة طبعا. طنطا طنطا مش عارف. لصوص لكن ظرفاء. اه ده زمان بقى. اللي بعد كانتش هتطلعي البتاع ولا ايه؟ عندك مناديل ايه؟ ما لا مش هعاقبهم الاثنين حرام. يلا اصل لسه عقابات كتير. يلا اللي بعده يا شباب. ممكن اشرب ميه؟ اه عمر. يا عمر مين بره على الفوطه؟ انا. ايه ده طبعا. ظرف طارق طبعا. ايوه برافو. حط بقى ايه. استنى بقى اجي اطلع لك بقى حاجه من العقاب بقى الحلو بقى. اجيب افلام انا عارفها. بص بقى.
كل معلقه شطه او لا شطه لا هموت كل ليمونه ليمونه تاني ماشي تاني ليمونه ماشي الليمون عندكم حلو قوي اللي في اللي بعدي انا حرام يا ناس انا غبي منه فيه يا لسه والله هي لسه ما بلعتهاش والله حرام مشالهم الاثنين اوكي ماشي اللي بعده مش انا عيد ميلادي النهارده عادل امام من السفاره في العماره يس ماي بقى خلاص معلقه شاي مي معلقه شاي على الكوبايه ام مي وملح طب ينسون طيب يلا يا ماما يلا يلا معلقه شاي على كوبايه مي وملح يلا انا هساعدك ايوه ساعد مراتك كده ايوه شاي على كوبايه المي وملح كده مي اشربي حبيبتي انا مش شايفه روح قلب مامي اوكي يلا ايه رايك اظن عمرك ما شربتي في حته قبل كده هتنسيني عمرك ما هتنسيني يلا الافيه اللي بعدي ما تخنقونا احسن يا رب بجد والله الافيه اللي بعدي انا شايف يابا ان البرمجه دي ممكن وانت على البحر قاعد في الجنينه لكن كده لا يابا ارحمنا ده احنا بنتعلق اكتر ما بنستحمى انت مش امبارح طلبت مني 20 جنيه كنت هتاخدهم عشان تاخدهم بتاع اللبلبه هتاخدهم لك وتضرب الراجل ده بتاع هو وبشرى ناقص اكتب السكريبت هو وبشرى مين هو وبشرى ولبلبه امك ولا رحاب يا طه ايوه امك ولا رحاب يا طه طب محمد هنيدي اسمه ايه ثلاثة اتنين طب حرف اول حرف اول حرف و و و و و و و و في حاجة و و و واو خلصت وش اجرام وش اجرام نعمل فيهم ايه يا سارة هما الاتنين ها تنر بقى يلا اختار عقاب غير في الورقة قبل ما انا ايه اخلص اللي احنا بنعمل اللي في اللي بعديه بتضحك على ايه؟ مش عارف يا جدع امسك نفسك كيف؟ مش قادر بجد يا كلمي ارفعي سماعة التليفون على اي حد غني باللبناني باللبناني؟ اه دخيله؟ او اتكلمي باللبناني دخيله هيدي ما بصدق الله بيعشقها دي ميه عادي يلا يا صبية يلا معيش وسيط يا ماشي يلا افتح لي سبيك ماشي طيب يا ريت لو في دبكه سريعه وطول لا اتصلي بحد صح يلا اتصلي حد تاني يلا دي اول حلقه في السيزون لو الثانيه لا 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 ده بعد ما الاجازه ده لسه اللي جاي شفتي بجد دي قدريات خلاص بلاش نعاند القدر تسلم بلاش نعاند القدر تسلم لما تعد انا شايفاكي ها اهو والله كلهم مختلفين هو انت قايله لهم هم كلهم بيتفرجوا طبعا عليكي دلوقتي واكيد مش عايزين تردوا عليها علشان ما تكسفوهاش على الهوا احنا إيه ممكن ده هوا صح احنا ممكن نكلم لها اي نمره ونقول لها ان هي وتتكلم ردوا عليها احسن يعني ما نحرجها من حد غريب طب بصي الثالثه تبت بجد اعمل ايه طب خليها ماشي انت ليك عندي عقاب طيب ناخد اخر افيه قبل الاسئله يبارك لنا في البركه ربنا يكرمك يا رب النبي انت ابن حلال سلام يا صاحبي طبعا يس يس لسه هقول لا نفسي طيب يبقى طلعي تليفونك تجربي وانت طلع تليفونك اه ايه ده ايه انا كسبت هو المكسب ما انت اللي كان عليكي واحده ما يمحيش الخساره كان عليك لا ما يمحيش يا ماما احنا عندنا هنا ما يمحيش صور اعمل كده اوكي حطها عندك الستوري دلوقتي على الانستغرام ستوري حالا هو احنا بنتكلم وانت كلمني اساله علينا ولا يلا اعمل ايه وريني اهو كده كده اهو ايوه مع رضوى بقى عمر عشان يتفهم كده خلاص وريني الصور وريني الصور
ايوه نزلها ستوري عندك على انستجرام. يا ريت الفريق بتاعنا يتابع عمر على انستجرام. يلا اول مره في حياتي اعمل ستوري من الهوا جوه الهوا في الهوا. اهلا وسهلا جماره، مالكوش دعوه بينا دلوقتي. اتفضلي. فين الناس؟ فين الناس؟ ماشي على فكره دي احلى صوره نزلتها. كملي اعمل ايه؟ دي احلى صوره نزلتها. طب اتفضل نزلها على الستوري. فين البتاع اللي انت بتصوريه ده؟ فين يا مي؟ السلام عليكم. فين؟ اتفضلي كلمي بقيه الناس، كلمي مامتك، كلمي اي حد. حاضر. طيب نبتدي في الاسئله قبل ما هم يعملوا الاحكام اللي احنا قلنا عليها. فين الاسئله؟ اوكي صدقي الليمونة عملت شغل حلو. عيب عليكي، عيب عليكي. ما هي اللغه التي يتحدث بها السكان في النمسا؟ نمساوي. ايه؟ مالي يا رضوى؟ مش عارف. ما اللغه الالمانيه. كل واحد فيكم ياخد معلقه من اي حاجه، جنزبيل اي حاجه. يلا ممكن اكل ليمون تاني؟ ايه ده؟ لا ليمون خلص خلاص دوره. طيب انا ممكن اخد جنزبيل. بتحب الليمون؟ هو ده فلفل. ممكن اخد معلقه جنزبيل. او شميه واعتصي، لو مش قادره تاخدي الشطه شميها. ها هاخد جنزبيل. خدي اللي انت عايزاه. ايه ده؟ ده ايه ده؟ اوكي السؤال اللي بعده. ما هي اكبر المدن الموجوده في القاره الاوروبيه؟ اوروبيه. روسيا، امريكا. روسيا في الاوروبيه. خلاص بقى. امريكا في اوروبا. خلاص استني انا هقول لك. انا عارفاها طبعا، عارفاها طبعا. ها انجلترا، فرنسا، اي حاجه منهم. انجلترا. 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 فين في انجلترا؟ ايه ده؟ فين في انجلترا؟ ايه بقى ده؟ لا 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 اكبر مدينه يعني. ليفربول ولا ايه؟ ايه ده؟ في لندن. لندن. اوكي بس هي تتحسب لك. ماشي. يلا مي، مي بشاي ومال. طب هو كسب. انا مي بشاي ومال. يلا يا مي ما تضيعيش وقتك. طب ما يلا فين تليفونك يا مي؟ وريني المس كولز بتاعتك. النقابه موافقه بالبرنامج. ايوه وريني المس كولز بتاعتك. ايوه والله المس كولز اهي. بصي كلهم ما ردوش. اتصلي باي حاجه. هو في حاجه عندك حمرا كده؟ اتصل بسلمى شكرتون. الستوري نزلت هنا عند عمر. الستوري نزلت. نزلت أوكي. والله نزلت. نزلي بقى طالما مفيش حد بيرد عليكي. نزلي ستوري دلوقتي باللبناني. وانت بتغني باللبناني. يا بنتي بتغني يا بنتي بتتكلمي لبناني. ماشي اوكي. يلا. حاضر حالا. حاضر. يلا حاضر. طب بقول لك ايه، سلمى شكرتون ردت. ارد. يلا اسكلي كلمي سلمى شكرتون. ايه سلمى عايز اسمعك حاجه. ايه من غير مقدمات. قداش كان في ناس على المفرق تطرنا. كمل. وتشتت الدنيا. اوعي تغلطي. ويا حملو شمسية وانا بيا من صحوما. شكرا. شكرا. طيب ايه هي اسرع المخلوقات اللي على وجه الارض؟ قالت ايه؟ ايام الصحوم. ايه هي اسرع المخلوقات اللي على وجه الارض؟ الفهد. صح بجد. والله العظيم كنت اقول فهد بس قلت في حاجه اسرع منه. ليمونه عشان انت بتحب الليمون. ده تاسيس ليمونه. ايه الشيء اللي كل ما زاد نقص؟ الحفره. لا ايوه الحفره على فكره. على فكره والله تمشي. تمشي. صح. معلش هاكل ليمونه تاني. لا معلقه جنزبيل. لا خلاص خدت جنزبيل. مش ده العمر. ايه ده؟ لا الحفره بس. الحفره فعلا كل ما تديك ديبر كل ما تبقى كده. طيب ما هو الشيء اللي بيرى في الليل ثلاث مرات وفي النهار مره واحده فقط؟ عمر. لا صعب كده. ايه هديكي جزاء. قولي الحقيقه. الليمون بقى. ايه اكتر حاجه بتحصل في الليل ثلاث مرات وفي النهار مره؟ انا كان قصدي القمر يعني. القمر كمان بتسمعيه. الليل والنهار. الحرف اللام. ايوه بقى قوم واقف لو سمحت. لا سوري 10 ضغط. 10 ضغط عشان يلا نختم مع بعض. 10 ضغط. شطرت ليه كده؟ 10 ضغط بسرعه. ايوه ايوه ايوه. يلا 10 ضغط. يلا ضغط. يلا 1 2 وحش الوحوش اديله. ايوه يا عمر. عمر عمر ينتصر. 7 8 يلا يا عمر. 9 10 شكرا. ايه وعدوا. ما هو الشيء الذي له نبض وليس لديه قلب؟ اللي نبض بس ملوش قلب. اللي نبض بس ملوش قلب. اللي نبض بس ملوش قلب. ايد. اللي ليه نبض. الساعه. الايد. ايوه ايوه عمر. يلا نقوم نقف يا عمر.
على رجل واحده 10 عقله بقى يا ده. اتمنى خلاص نقف على رجل واحده وسمعت رجل الثانيه بقى. طب خلاص اوكي اوكي. ما هو البيت الذي لا لا بلاش دياجين صعب. ما هو الحيوان الذي تنمو ذراع جديده في حال تم قطع ذراعه؟ يعني ايه الحيوان اللي لما ذراعه يتقطع جاوبي بقى عشان انا هاخد ليمون على طول. انا ليمون وش على طول. الاخ لا اخطبوط. ايوه برافو عليكي. اقسم بالله خد التليفون خد التليفون. انا مبهوره بجد. كلم اي حد اقول له شعر بقى. قول له اي بيت شعر. السؤال الاخير لماذا يخاف السمك من الجنيه؟ من الجنيه؟ عشان لا مش هجاوب عشان الافيه مش ه... لا هقول الافيه غيطة الافيه. قولي هقوله عشان ما في 100 قرش. ايوه صح مظبوط. ومي كسبت. اقسم بالله انت شاطره النهارده جدا. ايه ده؟ يلا 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 عامل ايه؟ يلا يا جماعه عشان نختم سويا. اعمل ايه مش عارف. اتصل بحد؟ ايوه. يلا اعمل ايه؟ اقول له شعر فعلا؟ اقول له شعر. مش حافظ شعر. قول له ارتجل. معلش انا ما عنديش غيرك النهارده. الموضوع صعب بس طالع مهرج وموضوع. لا ستوب انا اسف. ستوب لا اقفل معاه. هتكلم واحد تاني. اكلمك تاني. اقفل معاه. سلام عشان رضوى تاكلنا. رضوى تاكلنا. اكلم واحد تاني. قفلت في وشك. انا ممكن اقوم؟ ممكن اقوم؟ لا 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 لو سمحت ممكن اقوم؟ اهو اكلم حد اهو تاني اهو واحد تاني. ارتجل. كلام انتهى. ازيك يا حبيبي عامل ايه اخبارك ايه؟ هقول حاجه ما تعقبش عليها خالص. اوعى تعقب. اوعى تعقب ماشي. هتقول حاجه ايه؟ كلام انتهانا. كلام انتهانا. عشان حلولي ومشي اليوم معانا علشان الموضوع صعب ماشي؟ يلا سلام عليكم. هكلمك بعدين. هكلمك بعدين. سلام عليكم. عمر ياسر ومي ابراهيم انتوا نورتونا النهارده الحقيقه. استنى يا رضوى احنا لعبنا. انا كنت جايبه لك عمر تقنعيهولي ان الغدا مش اساسي يوميا. عمر ما اقتنعت. اقتنعت لعبتهولك اهو. ايوه لا سيكا على شويه حاجات كده عايزين نتكلوا عليها. وطبعا الليمون هنكمله بعد ما نخلص مع مين. نورت الدنيا كلها ميوشه. ثانك يو فيري ماتش فور كومينج عمر. يا رب تبقى انبسطت معانا يا عمر. اوعى تكون ما انبسطتش. كان نفسي اقول احنا انبسطنا معاك النهارده. انبسطتوا قوي طبعا جدا وخصوصا الليمون. يلا نلي الحلقه بسيلفي نحطه دلوقتي كده ليكوا انتوا الاثنين على الانستجرام. مشاهداتي العزيزات وبناتي الحبيبات هنقفل حلقتنا ب ستوري على الانستجرام على الهواء مباشره مع عمر ياسر ومي ابراهيم. يا رب تكونوا انبسطتوا في حلقه النهارده. اشوفكم بكره على الف خير ان شاء الله باذن الله. حلقه جديده من هي وبس.